هاي. تاريخ التظاهرات بالعالم بيكشف عن عدد كبير من الإيجابيات لهالنوع من التحركات، خاصة على صعيد تحسين العملية الديمقراطية. ليش التظاهر مفيد؟ أولاً لأنه بيزيد الوعي حول قضية معينة، بما أنه المناقشات السياسية بأغلب الأحيان ما بتلمس الناس والمعنيين بشكل مباشر. التظاهر بيجذب انتباه الإعلام، السياسيين والناس العاديين، وبيخلي كل هالناس تنظر للمشكلة بطريقة مختلفة. بيشجع على الحوار، الإقناع والتغيير. التظاهر عنده قوة، والدليل أنه يلي صار مؤخراً بالشارع كان كفيل بأكثر من إلغاء قانون الضريبة على الواتساب كول. بيعزز التظاهر الشعور بالتضامن لأنه بيجمع الناس على قضية واحدة بيعبروا عنها ضمن الجماعة. مين قال أنه التظاهر بيعزز طاقة الفرد وبيعطي قوة وطاقة للاستمرار وهو فرصة للتعرف على الآخر؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.